الوافرة في هذا الموسم. هنا كورة فعالة عن إجريدو، نتحدث عن الأهداف فيظهر إجريدو، نتحدث عن الأهداف فيتقدم العميد يا جلال القادري. نعم العميد النصراوي يفتتح اللقاء بهدف مقابل لا شيء عن طريق إجريدو الذي يسجل هدف السادس في هذا الموسم. نعم يذهب سريعا نحو قمة المسجلين ليظهر الآن في هذه اللقطة بعد مرور نص ساعة وأكثر. إجريدو يسجل، إجريدو أخيرا وصل إلى المرمى، وصل إلى اشتباك الصقور معلنا عن تقدم العميد في هذه اللحظات على الصقور في هذه المواجهة، وهكذا يحتفل بهدف يسجل للعميد النصراوي.